كان مطلوب مني مادة اجتماعية، بحث استقصائي حول موضوع الأيتام والنساء السوريات الأرامل بشكل عام. فصار معي شوية إشكالية بالآخر، مع أنه كنت عم بمشي ضمن تراخيص وما تراخيص، أدت إلى اعتقالي لمدة 27 يوم عند هيئة تحرير الشام. طبعا كنت أنا رايح على إدارة الشؤون الإنسانية في إدارة المخيمات اللي تابعة لهيئة تحرير الشام مشان أخذ ترخيص لزيارة أحد المخيمات. سمعت فيه أنه عوائل لا في جهات داعمة ولا في جهات عم تكفلهم بسبب عدم وجود ثبوتيات، وللأسف طلع هو المخيم النساء السوريات متزوجات من مجهولين نسب. فهذا يبدو أنه فهموا الموضوع غلط، أدى إلى اعتقالي هالفترة هي. طبعا أنا رب أسرة، يعني مواليدي 1973 وعندي أطفال أربعة، وبعرف معاناة الطفل وقت اليوم ما عنده إخراج قيد أو ثبوتية مشان يدخل ويتعلم، وهي حق من حقوقه الأساسية، حق التعلم للطفل بشكل عام. وبالنسبة للسلطة، أنا برأيي الصحافة يعني والإعلام بشكل عام هي السلطة الرابعة، فلازم ما تكون التشدد هذا عليه، وخاصة أنه بده كل ما يشتغل موضوع يروح يطالع عدة تراخيص لحتى يسمحوا له أما يشتغل أو ما يشتغل. فهي المهنة لازم تكون شمولية وعامة في كل المناطق، يعني ما حدا يوقف ضد مهنة الصحافة والإعلام، خاصة أنه عم ينقلوا صورة الحقيقة من الداخل للخارج يطلع فيها. وبتمنى إن شاء الله على قدوم العام الجديد أنه هالفصائل هي تتوحد والعمل يتنظم. بتمنى للصحافة والإعلام الازدهار والمصداقية، ويكون يعني سلطة رابعة بكل معنى الحقيقة.